أربياتا أو المكرونة أربياتا، حلوة جدا، وصفة ظريفة بناكلها في المطاعم وهي سهلة قوي نعملها في البيت، هتعجبكم جدا. إيه بقى القصة؟ معنا مكرونة مسلوقة، مكرونة اللي هي القلم، تمام، اللي بتاعت المكرونه البشاميل، بنسلقها، ما بنسلقهاش قوي علشان ما تبقاش مهريه معانا واحنا بناكلها وتتكسر وتبقى مش ظريفه. نسلقها نص سلقه كده، يبقى لسه فيها مضغه خفيفه جدا عشان لما نحطها تتشوح مع بقيه المكونات والصلصه والكلام ده كله، تاخد حته التسويه الاخيره دي فتبقى مظبوطه وظريفه ان شاء الله. معانا كمان هوت دوج متقطع حلقات، ممكن نستبدل الهوت دوج لو انتوا عندكم مشكله معاه او مش بتحبوا تاكلوه، مع ان عادي يعني، هو انا عارفه ان هو مضر بس الواحد مش بياكله كل يوم، يعني انا مش باكل الحاجات دي ولا باكلها لاولادي كل يوم، لكن من وقت للتاني ممكن يبقى عندي مثلا اعملها في حشوه جلاش، احطها مع مكرونه، احطها مع بيض مثلا في العشاء، يعني على فترات كبيره قوي، لكن مش يوميا وبشكل متكرر وفي كل الاكل لا طبعا. لو حابين تغيروها ممكن نستبدلها بحتت من الفراخ، مثلا فراخ مشويه او مكعبات فراخ مسلوقه، مفيش مشكله، ممكن سجق، بس ساعتها مش تبقى بقى مكرونه اربياتا بالهوت دوج، بقى هنسميها مكرونه بالسجق، مكرونه باللحمه المفرومه، يعني نقدر نستبدل المكون ده، او حتى ممكن نستغنى عن كل اللحوم دي خالص ونستبدلها بالمشروم وفلفل رومي اخضر متقطع مكعبات، هيعمل طعم حلو جدا جدا للمكرونه من غير اي لحوم ولا اي حاجه. تمام، معانا كمان فصين من الثوم المفروم او متقطع شرايح براحتكم زي ما انتم عايزين، انا بحبه شرايح كده بيبقى طعمه حلو مع المكرونه. معانا كمان عصير طماطم مضروبه في الخلاط، تقريبا لكيس المكرونه هنحتاج تقريبا 4 طماطميات كبار مضروبين في الخلاط، طبعا ملح وفلفل، هنحتاج برده جبنه شيدر لو تحبوا على الوش بقى مثلا، عايزين تحطوا معجون صلصه طماطم كمان يتقل اللون او حاجه مفيش مشكله، وطبعا ملح وفلفل اسود بس ولا اي حاجه تانيه، بتطلع ظريفه وسهله قوي ونخلصها بسرعه في الغداء او في العشاء. الطاسه هنا سخنه عندي، هنحط فيها زيت، معلقتين كده من الزيت، وهنزل اول حاجه طبعا بالهوت دوج، او زي ما اتفقنا نقدر نستبدله بلحمه مفرومه، بفراخ مسلوقه متقطعه مكعبات، او نستبدله بالمشروم والفلفل الرومي الاخضر متقطع صغير. عايزه الهوت دوج كده ايه يستوي، لانه طبعا هو مش مستوي، اقطع كده بس شرايح زي كده ايه، يتدحرج كده في الزيت هياخد تسويه وياخد لون حلو، هو اصلا بيستوي على طول لو ريحته طلعت كده وبقى ايه جاهز. ومحضره جنبي هنا الثوم والطماطم عشان بعد ما الهوت دوج كده يتشوح وياخد لون حلو، هننزل الاول بالثوم وبعد كده عصير الطماطم كده، مش هنحتاج نحط بصل ولا اي حاجه، بصوا على طول اخد لون واستوى وبقى هايل. هنحط بقى الثوم الشرايح معاه كده، وعايزه اشم ريحه الثوم قبل ما احط الصلصه. الثوم الشرايح بيبقى ظريف في ايه؟ طعمه مع المكرونه بيبقى حلو وهو واضح غير لما بيبقى مفروم. الحاجة التانية انه مع كتر التقليب ما تلاقوش اتلسع منك بسرعة، لا بيبقى ماسك نفسه لسه شوية، فما يغمقش بقى ولا حاجة. انا شميت ريحة الثوم خطيرة كده اهو، وننزل بقى بالطماطم كده، طماطم مضروبة في الخلاط زي ما اتفقنا، تقريبا 4 طماطميات كبار حلوين كده ايه مضروبين في الخلاط كده. عايزين نحط بقى ملح وفلفل، ملح كمان، ملح فلفل اسود، نقلب الكلام الحلو ده، ونقدر ندوق طبعا الصلصة عشان نطمن ان طعمها حلو والحدوقية بتاعتها مظبوطة. تقدروا تضيفوا كمان لو عايزين زعتر يبقى حلو قوي، او اوريجانو لو عندكم حابين تحطوا هيبقى ظريف قوي. وبعدين المكرونه، ننزل المكرونه المسلوقه كده اهو، ونقلب عشان كده المكرونه لما تبقى لسه مش مستويه على الاخر، لما نيجي نقلبها بقى ونسيبها شويه تبكبك كده مع الصوص علشان ايه يعني
تاخد من طعم الثوم والصلصه ما تلاقوهاش اتهرت معاكم، فخلوا بالكم مفيش داعي نسلقها زياده عن اللزوم كده اهو. ريحتها خطيره، ممكن نحطها في طاجن ونرش عليها جبنه وندخلها الفرن تاخد وش بس، او نغرفها كده على طول في اطباق ونحط عليها رشه جبنه برضو لو تحبوا جبنه رومي او جبنه شيدر مع رشه بقدونس، وتجيبوا الشوكه بقى وتديله بقى يعني خطيره وسهله وطعمها لذيذ قوي قوي. نقدر نعملها طبعا بكميات كبيره تكفي الناس كلها ان شاء الله. اهو كده المكرونه دخلت في الصوص وبقت هايله معايا. هنا بقى الطبق الظريف الحلو ده كده، ناخد المكرونه نغرف بقى، ريحتها تجنن. الوصفات السهله السريعه المنجزه اللي الواحد ممكن يعملها اوام، العيال راجعين من المدرسه وعايزين يتغدوا وانت اصلا مفرهقه وعايزه تعملي حاجه بسرعه، فبيبقى هو ده بقى الاكل بصراحه السريع. عايز بس كده ايه طبق سلطه، وانت بتسلقي الوقت اللي المكرونه فيه بتتسلق تكوني ايه محضره كده طبق سلطه حلو وخلاص، ويلا نتغدى. بس كده اهو معانا شويه جبنه شيدر زي ما قلت لكم، ممكن كده ايه نحطها كده على الوش وهي المكرونه سخنه فهتسيح، او ممكن نحط شويه جبنه رومي لو تحبوا، او من غير جبنه خالص برضو هتبقى ظريفه طبعا. اهو كده طبعا رشه كده ايه بقدونس.